تسبب انقلاب حافلة للنقل المدرسي نواحي آسفي في إدخال حوالي 23 تلميذا إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس. وذكرت مصادر محلية أن الحافلة تابعة لجماعة الحضر ضواحي آسفي تعرضت مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري لحادثة سير خطيرة ما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة في أوساط التلاميذ. ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بالقرب من جمعة سحيم، وبتعليمات من النيابة العامة باشرت عناصر الدرك التحقيق في ملابسات الحادث، في حين تم إعلان حالة استنفار في أوساط الأطقم الطبية لتقديم الإسعافات الضرورية للمصابين